جماعة الكهرباء التوزيع، ليش هذا العدد؟ وينكم البقية؟ يلا شباب الكلة تلتحقنا. ثورة يا علي، علي ثورة. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق، عندكم ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بينا من زاخو إلى الفاو بأي دقيقة من دقائق البرنامج. من خارج العراق تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي ظهرت أسفل الشاشة، فعندكم ذني 4 أرقام للاتصال، رقمين للداخل ورقمين للخارج تقدرون تتصلون بنا. أما هذا الرقم اللي راح يظهر هنا، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل به أي اتصال، ما أقدر أستقبل به أي رسالة صوتية أو فيديو أو مكالمة، فإذا تريد دق علينا على أرقامنا 4 الثانية. أما هذا الرقم هذا بس للرسائل، فأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدين الكرام، الفيديو اللي شفتوه ذولا اللي خريجين الكهرباء والمهندسين الكهرباء بالعراق اللي يطالبون بالتوظيف واللي مدى يحصلون على وظيفة نتيجة أنه السياسات الخاطئة اللي تصير بالعراق. لكن موضوع حلقتي هو مو هذا الموضوع، هذا الفيديو اللي طلعه. موضوع حلقتي هو مؤتمر بغداد. مؤتمر بغداد هذا اللي سواه المالكي ودعا إلى رؤساء وملوك. ما الغاية من هذا المؤتمر؟ شنو السبب اللي دا يسوون هذا المؤتمر ببغداد؟ زيارة ملوك ورؤساء، من ضمنهم مثلا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، الملك عبد الله عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء الإمارات. وأكو تجاوز صار بالمؤتمر، تجاوز على التنظيم، تجاوز على الدولة، تجاوز على السياقات الدبلوماسية من وزير إيراني. هاي الأمور اللي دا تصير بالعراق ليش؟ مثلا هيئة علماء المسلمين تقول حتى يحصل الكاظمي أو النظام السياسي الدعم، حتى يتمكن الكاظمي أن يحصل على ولاية ثانية. أنتوا كمواطنين شلون تشوفون مؤتمر بغداد؟ وش راح يجيب للعراقيين؟ وشنو الفائدة من وراء هذا المؤتمر أو من وراء هاي القمة؟ شلون تنظرون إلى سياسات الحكومة العراقية في مرة تنظم مؤتمر قمة عربية، مرة تنظم مؤتمر لمساعدة بغداد أو ما أعرف شنو، مرة تنظم مؤتمر حتى تأخذ بيه تبرعات للعراق، وجدت التبرعات وما تعمرت ولا، أو مؤتمر لإعادة الأعمار ما تعمر ولا بيت. شنو فائدة هاي المؤتمرات علينا كشعب؟ شنو اللي راح يجني المواطن العراقي من هاي المؤتمرات؟ الشيء الثاني، هذول الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء واللي حضروا هاي القمة أو هذا المؤتمر، ما تسألوا عن وضع العراقيين شلون؟ ما تسألوا هذا البلد اللي عايش على فوهة بركان، اللي بثورة من 2019 لليوم لما بخدمات، البلد اللي بأكبر عدد من الأمية الآن، البلد اللي تراجعت به كل الأرقام، ازداد به عدد البطالة وازدادت به عدد الأمية وازدادت به نسبة عمالة الأطفال وازدادت به نسبة العنف الأسري وازدادت به نسبة هواية نسب إذا أريد نذكرهم نحتاج أكثر من حلقة. ما تسألوا أنه إحنا جايين نحضر هذا المؤتمر شنو الحال؟ هاي الحكومة اللي قاعدة تنظم هذا المؤتمر لما انقبلوا يدخلون إلى بغداد أو يحضرون هذا المؤتمر، ما تسألوا أنه الشعب شلون عايش؟ زين ما شافوا الوضع بالعراق؟ ما دا أفتهم.
أنا أريد أعرف رأي المواطن العراقي. أنت كمواطن شلون تنظر لهذا المؤتمر؟ أنت كمواطن إيش تتوقع راح يجني العراق من هذا المؤتمر؟ تتوقع هذا المؤتمر راح يجينا بخير؟ راح نقدر نتخلص مثلاً من الميليشيات اللي تتبع إلى إيران؟ راح نقدر نتخلص من أي شيء يسبب خيبة أمل للعراقيين؟ زين، إذا تتوقع أنه هذا المؤتمر راح يقدر يخلص العراق من التدخلات الإيرانية مثلاً، شنو اللي سواه مثلاً وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اللي هو حاطي له مكان يوقف فيه، من المفترض أن يكون بالسر الخلفي، هاي السياقات الدبلوماسية، كونه هو وزير خارجية وأكو ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء، دول المفروض بالخط الأول، إن هم يعتبرون أول شخص في دولتهم، مثلاً الملك عبد الله، عبد الفتاح السيسي، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، محمد بن راشد، بس نلقي أنه وزير خارجية يرفض يوقف بمكانه ويوقف لي قدام. يعني إيش دا يريد يوصل لنا رسالة؟ أنه تنظيم البلد هذا بإيده، أو هو يسوي بي اللي يعني اللي عجبه؟ طبعاً هذا التصرف اللي صرفه حسين أمير هو أثار غضب العراقيين والناشطين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه اعتبروا التصرف ما تفض وخرق للأعراف الدبلوماسية، وأنه الوزير ترك مكانه وراح وقف في مكان ثاني آخر. أم محمد من الموصل حياك الله. أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. العفن. تفضلي يما، انت على الهواء. ايه يا بنا، عندي شكوى على سجن الناصرية. نعم يما. ابني مريض زارع كله بداية ما صار بعد سنة تقريب سنة، نحن مسايين بالعملية ما تصير الى كليه. نعم. اخذوه من البيت. شو وقت؟ الشبتات يسترون منا. شو وقت؟ أخذوا سنتين أنا ما أعرف في عنا. نعم. قبل هذا خبراني قال لما أنا ما رجي بالعلاج. نعم. والله رحنا أنا ربيعت على الناصرية استطلوا العلاج مني. نعم. والله أستاذ الثنتين ما توصلوا للعلاج. ما انطوا العلاج، قلت يا ما انطوا العلاج، انا حالت الدهوقة. نعم. يعني من الاهمال مالم ابني انتهى الفيديو، بتوسع بيه. زين وطاطو انطوني الهال ما توفى. ما كاتبين ايش السبب هو متوفي. السلماء مشرح، الساد كله مشرح، كل شرحوه. نعم. ومن اللي وفاه ماله الشم. ثبات نعم. ايه توصوني سالتي اللي يطلع من حقه هذا الشيء. نعم. جماعة. والله البارحة زرنا البصرة استاذ. كل اللي تحكينا للبصرة. اسلوب جماعة. ابى شنو العيش عايشين. اكل كله على حسابهم، كله على الاكل على حسابهم. ايش نسوي؟ نعم. تعذيب، يفوتون يخربطون بأكلهم بغراضهم، صاروا العقاب من بطر الزاد، ما أشوف، والله البارحة كنا خوفنا على شيء الأشياء من البصرة. نعم. صوتي يا أستاذ. وصل 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 صوتك أختي العزيزة أم محمد، وأتمنى أنه يعني يسمعون شكواك ويجاوبوك، لأنه من المعروف احنا نعرف كل زين انه معاناة المعتقلين العراقيين هي معاناة اليوم بالعراق، لانه القضاء العراقي المواطن والناشطين والمتابعين يقولون هو قضاء مسيس، حتى السياسيين يقولون اكو هواية ابرياء موجودين داخل السجون وبنسب كبيرة تعدت
نسبة 90%. مع ذلك أي شخص موجود داخل المعتقل ما ينطي الحق للحكومة اللي تعتقل هذا الشخص، أي حكومة، مو الحكومة العراقية، أي حكومة ما ينطيها الحق أنه تمنع من العلاج وتمنع من التواصل مع ذوي وتمنع من التواصل مع أهله وأهل بيته. اللي دا يصير اليوم بالعراق هو تجاوز على حق الإنسان بالعيش. السجن لا يمنع الناس من العيش، والمعتقل المفروض هو منظمة إصلاحية للمجرمين فقط، أما الأبرياء ما المفروض يدخلوا له. أما بري ويدخل إلى سجن وما يتعالج وهو مريض، هاي كلها تجاوز على حقوق الإنسان بالعيش. ما أعرف ليش دا يصير هذا بالعراق، والعراقيين والمجتمع الدولي أيضا ساكت عن كل هاي الانتهاكات. أبو وطن من لندن، موضوعنا مؤتمر بغداد اللي سواه الكاظمي، إيش تتوقع راح يحصل الوطن والمواطن من وراء هاي المؤتمر أو من وراء المؤتمرات اللي تصير؟ حياك الله. الله يحييك أخي أفل، تحية لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله أخويا. الله يحييك. إذا ممكن أنا راح أتكلم عن جزئية صغيرة من موضوع اليوم اللي هو المؤتمر. نعم. وأريد أتكلم شوي عن موضوع الانتخابات اللي هي الأهم. نعم. راح تجري على أساس بالفترة المقبلة. الجزئية الصغيرة اللي لفتت نظري صراحة هي وقاحة وصلافة المسؤول الإيراني وزير الخارجية الإيراني. هذا التصرف الصلب والوقح اللي ينم على الهمجية والعنجهية الإيرانية، يعني ضربوا بعرض الحائط كل الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات اللي ممكن حتى الإنسان البسيط عنده معلومات عنه ويعرفها، فما بالك وزير خارجية. لما سألوا بعض المحللين السياسيين الإيرانيين بالقنوات الإعلامية البارحة واليوم عن هذا التصرف وباقي الأمور، قال والله هو لأنه جديد، مع أن احنا نعرف أنه هو شنو كان المسؤوليات اللي تسنمها قبل تسنم هذا المنصب. سؤال ثاني سألوا قالوا ليش حضر الوزير الخارجي الإيراني وما حضر الرئيس الإيراني؟ كان الجواب بالحشاء السامع الوقع أن الرئيس الإيراني كان في زيارة إلى مدينة خوزستان، يعني زيارة محافظة إيرانية هي أهم من حضور مؤتمر دولي. لكن إحنا نعرف الأسباب الحقيقية شنو، ونعرف حتى الأسباب الحقيقية اللي دعت هذا الوزير الإيراني يتصرف هذا التصرف الوقح. لكن نقول الحمد لله والشكر، هذا مؤشر للحش السامع، للجاهل، للمغفل، للنايم على إذنه مثل ما يقولون، حتى ينتبه ويعرف شنو إيران. يعني هاي أبسط الأمور، هذا التصرف هو أكبر مؤشر على الأخلاق الإيرانية بالذات بالتعامل ويا العراق، العراق اللي هو سيدهم وتاج راسهم. هاي بالنسبة للموضوع اليوم. أريد أتكلم عفوا إذا تسمح لي على موضوع الانتخابات وعودة التيار الصدري. نعم. حتى لا يفهم كلامي إن أنا مثلا مؤيد للعملية السياسية والوضع القائم، لا، كل ما جرى في العراق من 2003 هو باطل شرعا وقانون وفقها وأخلاقا. نعم. هو باطل تماما. لكن إذا أردنا أن نتعامل ويا الواقع، لأن الشعب العراقي جرب كل ما متاح إلى وغير متاح إلى في سبيل أن يثبت أنه هو ضد هاي العملية، من خلال التظاهرات، من خلال عمليات المقاطعه، مقاطعه الانتخابات. نعم. من كل النواحي، لكن ما حصل شيء. ما دام ماكو دعم دولي ماكو فايده، ما حصل شيء الشعب العراقي. لكن اذا نريد نتعامل بالواقع، ما اعرف هي امنيه هو راي، اتمنى هي هاي بين قوسين طبعا، العوده في التيار الصدري. لو يتم حالف بين التيار الصدري، القوى السنية، التحالف الكردي، طبعا الكردي معروف، الكردي هو يدور مصالحه، تنطي يجي وياك، لو تروح هنا لو لهم يروح يركض وياك لان يدور مصالحه، في سبيل تحقيق اغلبيه يتم من خلال هاي الاغلبيه عزل ما يسمى بالولائيين اللي هم عش السامع، وعذرا لهذه اللفظه، كلاب ايران، حتى يتم عزلهم.
هذا يمكن هو السبيل الوحيد المتاح حاليا. نعم نعم. غير ذلك ماكو امل باي شيء. اذا نعم. تمت العمليه من غير هذا المسار يعني قاعد نشوف يعني عوده المالكي. تصوروا يعني عوده المالكي. المالكي اللي قال عنه السيستاني قال لا جرب المجرب، زين لا يجرب المجرب، هسه جاي يطرح نفسه شو ماكو تعليق. وين راح الراي مال لا يجرب المجرب؟ بعد كل اللي احدثه بالعراق من سقوط ثلث العراق، من سقوط وتدمير الموصل، يرجع للسلطه؟ معقوله يعني؟ نعم. واشكرك جزيل الشكر. شكرا أخير. شكرا لك ابو وطن. ابو عمر من الانبار، حياك الله يا ابو عمر. ابو عمر. اكو صورة حتى يعني اللي ما تابع او اللي ما شاف الموضوع، اللي هي صورة وقفة المشاركين في المؤتمر. اتمنى السيد المخرج يعرض لنا اياها، ووزير الخارجية الايراني وان طلع حتى تعرفون احنا ايش بدنا نحكي، ولا تقولون انه اكو مثلا خطأ بالكلام. هاي الصورة بدنا نتكلم عليها. هم خطين، وزير الخارجية الايراني هذا اللي حطت عليه دائرة، اللي قدام الكويت، قطر، فرنسا، الأردن، مصر والإمارات مشاركة برأس الهرم السلطة اللي وراء منظمة التعاون الإسلامي، تركيا، إيران، وجامعة الدول العربية، وأيضا مجلس التعاون الخليجي. المفروض حسين أمير عبد اللهيان اللي وراء هناك، وراء أمير قطر الأمير تميم، المفروض إلى مكان بظل فارغ، وذيك هي القطعة بالقاع المفروض يوقف عليها. بس هو هذا التجاوز اللي صار، أنا أريد أسأل سؤال، ماكو لجنة تنظيمية ما انتبهت أنه المكان خلل، ما انتبهت أنه أكو بروتوكول اخترق، ما انتبهت أنه هذا الوزير وقف بمكان رئيس وزراء الإمارات، ما نبهته، ما قلت له، زين ماكو بروفا قبلها وقال له هذا مكانك، عبرناها. وزير الخارجية الإيراني من وقف تحديداً بمكان الإمارات، أكو رسالة يريد يوصله؟ ماكو رسالة يريد يوصلها؟ زين هذا الخرق المفروض يعتذرون، يطلعون ببيان رسمي ويقولون نعتذر عن الخطأ اللي صار وخرق البروتوكول. شو ماكو شيء صنطة؟ زين السيادة اللي دا يتغنون بها السياسيين وينها؟ أبو عمر من الأنبار رجع لنا، حياك الله. أم عمر من الأنبار، حياك الله أم عمر. يا أهلا وسهلا حبيبي، شلونك؟ أبدين شلون صحتك؟ أنا بيك يوم. والله يا وليدي احنا بدنا نشارك في البرنامج الطيب. انت على الهواء مباشره، تفضلي. والله على هاي الانتخابات من هالحكومه هاي الظالمه. نعم والله وليدي، لا احنا ولا جميع من نعرفه احنا اهل المعتقلين ما نشارك بها نهائيا. نعم لانها ظلم وبظلم، تشارك تعليهم وهم ينزلونك. نعم ما بها فايده. اي والله هالحكومة الظالمة هاي. نعم. لا عفو، لا يتبعون وراء العالم المفقودة. وهاي هي، والسلام عليكم واشكركم ورحمة الله والديكم يا وليدي. شكرا شكرا لك ام عمر. ام عمر يعني تقول احنا تكلمت عن نفسها وعن ذوي المعتقلين اللي موجودين في العراق، تقول احنا ما نشارك بالانتخابات لانه ما حصلنا شيء من عندهم. هي المشكلة يعني اليوم أبو وطن وأم عمر تكلموا عن قضية الانتخابات، هي أكو إشاعة أنه الانتخابات أصلاً احتمال ما تصير بالعاشر، أكو إشاعة تقول أنه تصير بنيسان 2021، لأنه الأرضية أو الوضع الحالي ما يسمح لإجراء الانتخابات بعد شهر. الإشكال الثاني، شنو اللي بالعراق اليوم صار حتى يسوون هذا الشيء؟ بس احنا موضوعنا اليوم هذا المؤتمر. انا اريد اسال انت كمواطن، كمواطن عراقي عايش بالعراق، تشوف هذا المؤتمر راح يستفاد منه المواطن العراقي لو لا؟ انت كمواطن دا تشوف حال العراقيين راح يلبي احتياجاتك كمواطن عراقي، بحيث انه انت اللي تحتاجه ممكن هذا المؤتمر يقدم شيء للمواطن العراقي بحيث انه حالته المادية مثلا تتحسن، وضع المعيشي مثلا يتحسن، وضع العراق الاقتصادي مثلا يتحسن، وضع العراق الامني مثلا يتحسن؟ اتمنى تجاوبوني على هذا السؤال. ناصر
من بغداد حياك الله. مرحبا استاذ. تفضل اخوي. مرحبا استاذ. مرحبا يا قلبي تفضل. استاذ مرحبا. المؤتمر اللي انعقد بغداد. نعم. مؤتمر تجميلي. يريد يحسن اداء الحكومة العراقية. تجميل المن؟ تجميل الحكومة. الحكومة العراقية فقط. نعم. اما كفائده للمجتمع ما في، لان هو انفق عليه مبالغ ضخمه ومعروف من خلال وسائل. نعم. صار عليه انفاق 5 مليارات. فالمؤتمر والمواطن العراقي. نعم. اثنين عد السيد وزير الخارجيه الايراني. هاي التصرفات متعمده. هو نعم. اما ما رادوا المؤتمر ينجح فهذه دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هم محتلين من عدة ثلاث جزر. مواطن العراقي الحالي يجوز ما يعرف أنه إيران محتلة ثلاث جزر، طنب الصغرى وطنب الكبرى وطنب موسى. هاي معلومة. فهم رادوا يثيرون مشاعر دولة العربية الشقيقة. نعم. إحنا اللي نتمناه أنه الحكومة العراقية تعاقب عقوبة التوبيخ أقل يوبخوه. اثنين الحكومة الإيرانية مثل ما تفضل جنابك أما تعتذر وأما تقدم المحاسبة، لأن أهان الشعب العراقي أكمله. البارحة التصرف ماله تصرف متعمد، يعني هو قاعد يبلش المؤتمر اللي يقدم. أهم من الشعب العراقي أنه ينظر حالة دولة الإمارات العربية جزر من قبل الحكومة الإيرانية. فالبارحة صار متعمد. احنا نتمنى العراقية ان تكون منصفة وتنصح هذا الرجل، اذا مثل ما تفضل انه جديد على الحال على التعيين. هو جديد، هو اللي كان عندنا يكتمل تدريبه يصير ضابط، شلون صار وزير خارجية؟ فاذا الحكومة الايرانية متعمدة البارحة نسبت 100% هي دولة الامارات العربية الشقيقة. حقوق مستلبة من قبل إيران بحق الدولة تريد إنه تكسر شوكتهم من خلال البارحة التجاوز مال دبلومات وهذي. والله عبارة حركة شارع توزيع المفروض تكون مثل الأدبية، مو تتجاوز، وإذا تجاوزت نرفض هاي الحالة رفض قاطع، نرفض قاطع تقبلها نهائيا. الحكومة العراقية عليها أن تأنب وزير الخارجية بعقوبة التوبيخ أقل تقدير. نعم. أقل تقدير. هو مؤتمر مثل ما قلت لك تجميل للحكومة العراقية. ما هسه تنقطع الكهرباء 14، راح تنقطع ورا المؤتمر تنقطع الكهرباء أجل، راح تصعدنا 100 فائدة. لا قلت لك بس الحكومة محتاجتها للإعلاقة. أخذت من وقتك أستاذ. شكرا جزيلا لك اخوي العزيز. ابو علي من الفلوجه حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذا المؤتمر مالهم وما حكوا عن المساجين هذه المفقودين من الصقلاويه من الموصل من كل العراق، كلنا تدمروا، الاف راحت، وهاي المساجين النساء هاي المعتقله ما حكوا عنها. يعني المره كل ذنب يستثمر 100 مره غير حتى بغداد مسجونه ليش؟ والمحاميه دمر فيها ترى، والله الاعرف محامي اخذ دفترين على اساس مساجين كل ما سوى ولا وصلهم ولا جاهم. يعني هاي الوضعيه مو خوش، يعني حتى واحد يروح يتعلم هذول المحاميه ولا توجه ولا يتعلم ما حيقول لهم كل ترى. وهذا شكرا حبيبي. شكرا لك ابو علي. شغلة الثانية اللي احنا نريد نسألها، يعني حتى المواطنين هسه يقولون انه هذا تجاوز من وزير خارجية. لو كان الامر معكوس وكان هذا المؤتمر في ايران ومشارك بها وزير خارجية العراق فؤاد حسين مثلا اللي هسه هو وزير الخارجية بزمن مصطفى الكاظمي، ووقف فؤاد حسين بمكان يعجبه، شنو التصرف اللي راح يصير؟ خميس من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألف القناة الموقرة وفائدة الشعب العراقي وفائدة المواطنين العراقيين. حياك الله. ما يحبون الظلم، أنت ما تحبون الظلم. حياك الله أخوي.
اخوي احنا نتشرف بيك. احنا على هذا المؤتمر الجامعين به جميع الرؤساء الايرانيين والخليجيين والاردنيين. فهذا مو مؤتمر، هذا يسمونه مؤتمر الشعب المنظور، عصابه يعني متآمرين على هذا الشعب. نعم. وعندك هذا الوزير الايراني من واقف بمكان الرئيس الاماراتي. رئيس الوزراء يعني الاماراتي. انت يعني ايه، انت في مكانه يعني ماكو قادر تقول له انت ارجع امك والرئيس اللي له مكانه يقف مكانه. نعم. احنا بالعراق احنا قرية يستمرون يقول اني اكو كهرباء يعني للشعب العراقي، قد مبادرات طيبه من ناحيه الكهرباء، حيث الماي او من ناحيه يعني علاقه طيب في الشعب العراقي. ماكو هذه الامور كلها، ماكو هاي. نعم. فاكو بحث اخر، اكو عالم استعانه التريد تتغدى ما تتعشى، يعني عندك هاي البطاقه التموينيه يعني 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 حالهم يرسلون. أنا من ضمنهم يعني عنده فس عنا يعطون الشكر التمن ما ينطونه، التمن ينطونه الطحين يجي لا تخبز العالم الضيف حالها ما جرالها. احنا نرجو من قناتكم ومن من من يسمع كلامنا ويسمع كلامكم يعني تبدعون في الشعب هذا، وهو شعب كارث، شعب كارث يعني على شنو هيك يعني شعب كارث على كرفاية. احنا بينات الخلق نسوي حل انفسنا، احنا حل انفسنا ما جاي نسوي. يعني اكو ناس مع احتراماتي للشعب العراقي من الجنوب للغرب، احنا بيناتنا ناس ساكته على ناس، ولا هاي شنو هالوادي ما جايبين علينا. يعني عايش شعبه تقريبا صاير له 70 سنه و80 سنه او 25 سنه لا جاي نسوي، لازم نسوي للشعب العراقي استعانه يسوي له خير. هذا ما راح يكون خير، هذا جاي على مصالح. هذا كهرباء تحتفل بغير دول بالصين وتحتفل باليابان من طافية بس سنة من طافية إلى خمس دقائق، وبال 20 سنة من طافية ربع ساعة، وإحنا ربع ساعة تحرقت مجمداتنا ثلاجاتنا، ما عندنا قابلية نروح نصلح بعد حتى رجعنا من فجرة. عندنا عزيز المشتكى لله، ما نقول غير هيك يا رب. نعم. والله اخوي هذا اللي عندي بعد، يعني ما اقول لك هذا اللي احكيه عندي انا بعد رجعنا من السوالف. نعم. شكرا لك اخ خميس. ياسين من بغداد، حياك الله يا ياسين. تحياتي لك اخوي ابو ياسين من بغداد. حياك الله من قال ابو ياسين، تفضل اخوي. حياك الله اخي، تحياتي لك اولا. حياك اخي. انا ما احسب على هاي العملاء لان دول عملاء، بس انا احسب على رؤساء الدول اللي انتوا اجيتوا. انتوا تعرفون انه هو العراق محتل من 2003، واللي جاي تقوده اعدائه وحتى اعدائكم انتوا اللي جاي تقود العراق اعداء الامه العربيه، مو بس اعداء العراق. انتوا جايتكم على شنو يعني؟ انا مع احتراماتي لهم يعني. فاخي هذا رئيس المسؤول الايراني هذا وقفت هنا هذا الابتزاز، اولا ما احترم الرئيس اللي هو هذا مكانه، ثانيا ده يوصلهم رساله بهاي وقفته انه احنا العراق احنا مسيطرين عليكم والعراق عندنا حديقه خلفيه. زين انت هي قمه مال العراق طبعا، هي انت دخلك جاي واقف، بس هو ذكي يوصل رساله للعرب انه العراق احنا بلعناه حديقه خلفيه والكم ترى انتم. فانا كل الرؤساء العرب انتم تدرون العراق هو من 2003 جاي يقوده اعدائه، العراق ما بي لا امين ولا امان، واللي جاي ابو ياسين قطع الاتصال وياه. شكرا جزيلا لك ابو ياسين. ابو ياسين يقول اني عندي عتب على التمثيل الدولي اللي صار بهذا المؤتمر، انه ليش جيتوا انتم تعرفون انه هذا المؤتمر منو دا يقوده ومنو دا يقود العراق ايضا. ابو علي من المدائن، حياك الله ابو علي. حياك الله. السلام عليكم استاذ رفل. عليكم السلام والرحمه والكرام اخوي.
الله يخليك، حي الاذاعه المجاهده الكريمه. تحيه ودوم اخوي العزيز. الله يسلمك استاذ رفل. اخوي العزيز هو قرد هذا السفير الوزير الايراني. اي هو هذا القرد، هو هذا المفروض ما يقف ويا ذول العمالقه الرؤساء الدول العربيه. نعم هذا القرد هذا تدعي عليه ايران، احنا قتالي وياها 8 سنوات، شنو هذا تدعي عليه؟ هي ايران تحب لنا الخير يا اخي استاذ رفل؟ يعني لا خلصنا من شر، لا خلصنا من الطائفيه اللي سووها بالعراق، لا خلصنا يعني دمرونا، يعني حتى المؤتمر يسوي استهزاء للدول العربيه. يا اخي ذولا بلاء ذولا، شنو هذا القرد يخليه يسافر يمد مرقصته واقف على اساس هو الله يتحمل عدو ان شاء الله. يا اخي شايف على الدول العربيه، شايف الدوله العربيه بس اللي دفتهم، جايت للعراق شنو هذا؟ والله حالة المجتمع هم ذولا ايراني واتباع ايران. وانا اشكر الاذاعه المجاهده البطله. شكرا شكرا لك ابو علي، حياك الله اخوي العزيز. ابو ياسين من دياله، حياك الله ابو ياسين. حيا الله فهد الغالي وحيا الاستاذ المحترمين. حياك. اخي فهد، انا ابو وطن من لندن، هو شو يقول ارفض العمليه السياسيه ومن بعد يناشدهم ويتحدون السائرون والسنه والكل. نعم. يعني من ويقول نأذي الولايين، عندهم ولا شنو مو ولايين، من السياسه مو ولايين، السنه مو ولايين، الكل. مؤتمرين الايران واربيل الاسرائيل، هذا منطق مو مقبول، احنا نريد نفض كل هاي العمليه السياسيه، دول ما يمثلون العراق. اما موضوع المؤتمر عفل، هو هذا المؤتمر مال دول الجوار، ما هو شنو دور الجامعه العربيه باجتياح العراق؟ هم دول مو اللي يجي دول حشدوا علينا كل الكفر واحتلونا، هم دول جايين ينصرون الشعب لينصرون الحكومه ما معترف فيها اصلا. هم دول شنو فرقهم من ايران؟ احنا من نتحدث عن السفير الايراني او هو نفسه منقص منه، هم ذول اللي دعوا كل الكفر جوا سقطوا العراق. مؤتمر مال نفسهم الاسلام الامريكي اللي سواه بالسعوديه اللي ترخصوا الاسلام وغير الاسلام، مو ذول العرب. لو مؤتمر القمه السابق في 2012 اللي احتق لهم من عندها مئات العراقيين ابرياء، وبالفعل بدلوهم بارهابيين، طلعوا الارهابيين ذول اخذوهم ذبحوهم دول الدوم. هذا مسرحيه، هذه مهزله. هذا يعني هذا انت الدول العربيه والجامعه العربيه مو عيب يجون تحسون صوره ناس قتله ناس ضد العراق. احنا مو البارحه نتحدث كدوله نقول السعوديه ارهابيين وقطر ارهابيين، شنو جايتكم هاي الحكومه؟ هذا مناصر للباطل، هذا مناصر للشيطان، هاي مناصر لايران. هم ذول كلهم خدم لايران. اذا حكومتنا ذا دول خيد الله عربي، هذا مسرح، هذا سرقه اموال شعب. القصر فاو هاي بمكانها كان انصر للعالم حصه تموينيه. مؤتمر القمه السابق مال المالك الارعن كان يجيب تمشال حصه تموينيه للشعب. هم ذول شنو فايدين العرب؟ هم سبب دمارنا العرب قبل ايران وقبل امريكا. اول ما سلمت لامريكا هم العرب، وامريكا سلمت لايران. هذا مخادعه، هذا المؤتمر فاشل بفاشل. شوف كم مؤتمر قمه، هم سووا لهم حل فلسطين، ثلاث ملايين صيونه هز العرب كلها. تم مؤتمر اجتمعوا قالوا سوينا حل فلسطين، نحرر فلسطين، ندعم الشعب العربي، يعني ندعم الشعب الفلسطيني. يعني كان العراق محاصر وكان بساعد الدول العربيه الاسلاميه الفقيره المحتاجه. هذول مسرح مو عرب. الجامعه العربيه توجه تطلع عميكم من احتلتنا امريكا 33 تعال صليبي جمع العراق وقوه العرب وياهم، دمرت الشعب العراقي. مرت الابنيه مالته التحتيه، دمرت الاقصى، دمرت شعبه، دمرت العروبه اللي وجه العراق مفتاح العروبه. هو كان البوابه الشرقيه، كان الدرع الحصين للامه. هسه انتم جيتوا تتخسرون من ايران، عبالكم الكلام يحميكم؟ والله هذا مؤتمر سافر وسافر، وكل واحد يروح ينتخب ما عنده قطره من الشرف، ولا عنده غيره من الشرف يروح ينتخب ناس قتله. انتم تروح تنتخبون من يا سيد يا قندر حسامه، سيد يقتل بيه. تريد مجوعني؟ ما اكو داعي للانتخابات، هاي انتخابات عم تحدد الحياة. راح تطلع هاي الميليشيات تنتخب، وهاي العصابات الدنبكيه الطبكيه كانوا راقصات تنبعث، وهسه طبكيه نفسهم هذول. شعب العراق الحر الاب الشريف ما ينتخب اي واحد لا سني ولا شيعي.
تحياتي عزيزاتك. شكرا شكرا لك ابو ياسين. بسام من المحموديه حياك الله بسام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بيك اخوي. انا ايد ابن على سؤال على ايران. نعم. اتمنى بس رجال لا تبدا لقائي. اخ بسام بس صوتك ده يقطع، تقدر تغير لي مكانك حتى افتهم بصوره اوضح؟ اللي طحت الان راح اعطي كلام المسامرين كلمه. نعم. اتمنى ابعد على على الوقفه وبس وخلي قدام يقفون. ابعد يا طب. ما هو الاجنبيه لايران وما ايران والحرب والحرب كلها بس جدا. خوش ابعد يا طب الشمالي. حتى ايران كلها قلت لك ايران في الدول العربيه. وامريكا ظهورها كان في طيران. واتمنى بالدخل. نعم. شكرا لك اخ بسام. لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية انتقدت المؤتمر وقالت انه هذا المؤتمر ما بفائدة، هو مؤتمر فقط لدعم مصطفى الكاظمي حتى يحصل على ولاية ثانية ويصير رئيس وزراء مرتلوخ، وانه الحركة كانت خارجية مو داخلية، يعني اكو دولة ثانية هي اللي قالت لسوي هذا المؤتمر وجدتي فقط لدعمه هو شخصيا، وكان تمثيل دول الجوار تركيا والسعودية وايران ضعيف جدا، وانه المؤتمر ما كان مؤثر وراح يكون حاله حال المؤتمرات السابقه وما خرج باي اتفاقات تذكر. زين احنا على شنو مسوي مؤتمر؟ يعني هذا السؤال نوجه الى السيد مصطفى الكاظمي، ليش مسوي مؤتمر وانت ما اتفقت على شيء ولا حكيت بشيء؟ زين بما انه جوك من ايران مثلا يعني احكي على المي، بما انه جوك من دول الجوار احكي على اتفاقيات التجاره المشتركه على الحدود، على هواية نقاط، شنو اللي استفاديناه احنا من هذا الشيء؟ ابو غالي من تركيا ويانا؟ ابو غالي من تكريت حياك الله اخوي. حياك الله، تفضل يا غالي. الله يسلمك، استاذ هذا المؤتمر اللي سووه. نعم. المؤتمر الدول، هذا المؤتمر ايش راح يسوي؟ راح يخلص الناس من السجون، راح ايش راح يسوي؟ راح يشيل معاناه الناس، شنو راح يسوي؟ يعني ما بي كل فائده هذا، يعني فاشل. نعم. ثاني شيء انا اعتب على شغله واحده، رئيس ماكرون المفروض العراق ما يستقبلونه. ليش؟ لانه وساء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اي والله، والكلمه يعني هاي الكلمه مو للكل. يعني هذا احنا جبناه على طاري المؤتمر، هذا المؤتمر ما يسوي كل شيء. والله قال ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، يعني ما يخافون الا الله ينزلنا عذاب من السماء علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ان شاء الله ينتقم من كل ظالم. نعم نعم. مشكور استاذ. شكرا شكرا لك ابو غالي. طبعا حتى نعرف اللي صار بالمؤتمر، المؤتمر ما حكى على ازمات العراق، لا حكى على ازمات العراق الاقتصاديه، لا حكى على احتياجات المواطن العراقي، لا حكى عن قضيه مثلا ازمه المياه اللي بسبب ايران قطعت كل انهرها اللي تغذي نهر دجله مثلا، ازدادت الملوحه والسموم في شط العرب وبدات تصعد لفوق، ما حكوا باي ازمه تخص مواطن عراقي، ما حكوا في قضيه مثلا توريد العراق بمحطات توليد طاقه كهربائيه، مساعده العراق في استغلال الغاز اللي دا ينحرق في مصافي النفط العراقيه، ما حكوا باي ازمه، لكن حكوا على الاقليم. اما قضيه فرنسا، ابو غالي ذكر انه المفروض ما نستقبله، شو صار تركيز بالمؤتمر ما بين ايران وفرنسا؟ ايران دا تطلب المساعده من فرنسا حتى تحل ازماتها الاقتصاديه وازماتها النوويه، وفرنسا جاوبت على هذا الشيء. زين العراق وضعه من المؤتمر شنو؟ مو هو اللي مسوي المؤتمر، مو هو الداعي الرؤساء، مو هو اللي جايبهم للمؤتمر.
وضع العراق الاقتصادي وين؟ وضع العراق الأمني وين؟ وضع العراق الإقليمي وين؟ جامعة الدول العربية مدى يشوف العراق شنو وضعه؟ مجلس التعاون الخليجي مدى يشوف العراق شنو وضعه؟ الرؤساء العرب ودول الجوار تحديداً مدى تشوف العراق دي يعيش في 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 بركان والشعب هو حطب هذا البركان؟ أم مريم من بغداد حياك الله. أم مريم. اي السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل اليوم. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل اليوم. والله يعني أقول رأي يعني هذول كليتهم هذول الرؤساء عملاء هذول عملاء أمريكا وعملاء إيران. نعم. وهذا ماكرون يحكي يقول. نعم. عملاء أمريكا عملاء إيران وإحنا جينا نحارب الإرهاب بالعراق وبسوريا يعني جاي يعترفون بأنهم محتلين واللي قاوموهم من هم اللي قاوموهم يقولون حارب الإرهاب الإرهاب يقصدون بالمجاهدين قاوموهم الشرفاء بالعراق وبسوريا نعم. يعني هذول محتلين وعملاء يقول حاربهم بين على مصالحهم الخاصة لا يقولون المسلمين هذولا الكفار ولا كانوا مشدين حتى هم ما أساء للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم المفروض لو شرفاء هذول الرؤساء العرب لو عملوا ويا الاحتلال ويا الاستعمار هذا التحالف الدولي ويا إيران المفروض يتحدون كليتهم ويوقفون ويا الناس المسلمين يعني ويا المؤمنين الأبرياء يوقفون وياهم يتحدون ويوقفون ويا العملاء ويا الاحتلال الأمريكي والتحالف الدولي ويا إيران نعم. هذول كلهم عملاء لا يريدون مصلحة العرب ولا المسلمين ولا نعم شكرا 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 لك أم مريم لمشاركتك ويانا أبو أحمد من محافظة صلاح الدين حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أقول هاي المؤتمر حطوا يعني معقولة 3 مليارات يسوي معقولة يعني يعني 3 مليارات كو بساعة وساعتين وراحوا هذا أقول هذا يعني مو فساد مو هدر ذاك وين مبين له لا الثلاث مليارات لو حاطين مثل على الإعمار على أكو كثير يعني مدن مخرب ومدن منتهي ليش إيش يسوون هالعمايل هذه وشكرا لكم شكرا شكرا لك أبو أحمد بالنسبة إلى رسائل الواتساب اللي وصلتني اليوم السلام عليكم القناة الوردة أخي أفل أقول للفارسي السفير الإيراني هو 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 مزريب إيراني ذب وصاختهم على اللي عايشين هنا أنا من بغداد حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لكادر هذه القناة الوطنية أحب أوضح أنه تصرف وزير خارجية الجارة السوء هو تصرف متعمد ومقصود المفروض تخرج تظاهرات تندد بهذا التصرف أمام السفارة الإيرانية والتعامل بالمثل وإهانة السفير الإيراني بأي طريقة يريد بها المتظاهرين أم رسل من السويد السلام عليكم أخي أفل والله بس المستفيدين هم إيران والأحزاب والسياسيين والحل والربط بيد إيران شو تقول إيران جاي ينفذون الأوامر إيرانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ليت أعبر عن رأيي أنا يمني وأحبكم يا شعب العراق الصامد المسلم المجاهد اسمحوا لي أتكلم معاكم أخي العزيز تستطيع وأي مواطن عربي موجود من الخليج حتى المحيط يقدر يشارك في البرنامج ويتابع القناة ونتشرف فيكم أخواننا الأعزاء في دولة اليمن السعيد لكن بالنسبة إلى الواتساب ما باتصالات عندنا أرقام ثانية للاتصالات إذا تقدر اكتب لنا رسالة نقراها مثل ما قرينا الرسائل الأخرى أما الاتصالات مو هذا الرقم عندنا أرقام ثانية ده تظهر هنا كل شوية تقدر تتصل بيها لكن اللي ده يحصل اليوم مشاهدين الكرام قبل ما أختم هاي الحلقة اللي صار بالمؤتمر المفروض اليوم العراق يرفع أكبر الدعاوي بالمحاكم الدولية على استخفاف وزير خارجية الدولة برؤساء دول وبدولة اللي هي دولة العراق لكن يبدو أن العراقيين سكتوا أنا أتكلم عن الحكومة ما أتكلم عن الشعب سكتوا وبلعوا وما لهم علاقة بالموضوع الموضوع وين أنه الأوامر مثل ما قالوا والمتصلين ومثل ما قالوا بالرسائل الأوامر إيرانية والحل والربط بيد إيران يم الحكومة لكن إحنا كشعب الحل والربط بيدينا كشعب بالنسبة إلى البلد
نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بنفس الحلقة وبنفس الموعد إن شاء الله باكر. في أمان الله.